الانترودكشن تو فيكسد بروستودونتيك. اوكي، منو يعرف شنو معناه فيكسد؟ ثابت. ثابت يعني ما راح يكون متحرك. اوكي، فيكسد يعني بعد ما تسوي يعني تحط الريستوريشن داخل الفم والحلق المريض ما يشيله. اوكي، يكون ثابت. اسمين فيكسد. بروستودونتيك شنو يعني؟ مواد صناعية، يعني نسويها بالمختبر، مو أنت تسويها مثلا بالدينتال كلينيك، يعني بنفس الوقت أنت تسويها مثلا مثل أمالغام كومبوزيت، تسوي كافيتي بريبريشن رأسا تسوي حشوة بنفس اليوم نفس الوقت. لا، الفيكسد بروستودونتيك يوجوالي ريكواير اكسترا ابوينتمنت. اوكي، it will done outside of the dental clinic in the laboratory. Okay, so what's mean by prosthodontic? It is the dental specialty concerned with the making. Okay, prosthodontic it mean what? It making artificial. معناته صناعي. Replacement for missing part of the mouth angle. Okay. So prosthodontic it is a general term. Okay, يعني إحنا نشتغل على we will do some artificial يعني مواد صناعية على مود نسوي replacement، نبدل الأماكن اللي بيها فارغ missing in the mouth and the jaw. Okay, this called prosthodontic dentistry. هسا نجي على fixed prosthodontic. شنو معنى fixed prosthodontic بالoperative dentistry؟ معناتها crown and bridge. اوكي، يعني بالكونسرفاتيف فيكسد بروستودونتيك معناها crown and bridge، يعني تيجان والجسور. It is a branch of dental science that deal with the restoration of the damaged. اوكي، deal with the damaged teeth making what artificial crown and replacing the naturally missing teeth by dental processes. We call it permanently. Okay, permanently cemented يعني it is fixed. Okay, fixed. So what's mean by fixed prosthodontic is a branch. Okay, يعني هو هم موضوع مال of dental science، هو هم علاقة بالdental science that deal with the replacement of the missing teeth or damaged teeth with the artificial crown. Okay, by what? By cemented it permanently. So who know what type of the fixed prosthodontic include? نعم. ألو، منو يحكي؟ طلاب unmute yourself. Okay، اللي يجاوب خلي هو يحكي. كرم خليل، كرم خليل، what's mean by fixed prosthodontic؟ هسا منو يعرف شنو معنى fixed prosthodontic؟ يلا جاوبوا. طقم ثابت. دكتورة ثابت. اوكي، شنو الثابت؟ يعني هو عبارة عن شنو؟ مو شرط طاخم، يعني تيجان، جسور، طاخم، مثلا امبلانت، هاي كلها اللي زرع، كلها تعتبر كفيكسد بروستودونتيك. اوكي، يعني المواد الصناعية مثبت ثابت داخل الحلق المريض. اوكي، بس احنا ما دام بالقسم مالتنا هو كونزرفاتيف، يعني احنا نشرح الكراون امبريدج، ما نشرح الامبلانت، ما نشرح مثلا دينشير. اوكي، احنا نشرح كراون امبريدج. كراون امبريدج وي سيد ذات ا برانش اوف دينتال ساينس ذات ديل وذ ريستورينج دامجد تيث وذ ارتفيشال كراون، معناتها كراون. اوكي، ان ميسينج ناتشورال تيث باي ميكينج بيرمننتلي سيمنتال دينتال بروسيسز. شنو نوعات انواع الفيكسد بروستودونتيك سبيشال ان ذا كونزرفاتيف؟ عندنا انلي، اوكي، عندنا اونلي، عندنا فينير، عندنا كراون، وعندنا بارشل دينشر يعني طاقم. اوكي، طاقم متحرك.
هاي مو علاقة بال conservative. أوكي مو علاقة بال conservative، هو علاقة بال prosto. هسا كل ال inlay only veneer and crown كلها موجود يعني مختص لل conservative. أوكي منو يعرف شنو معنى inlay؟ منو يعرف شنو inlay؟ لا شنو معنى inlay؟ من يعرف inlay only؟ الدكتورة الكراون، نخلي مكان الكراون يعني يتلبس مكان الكراون، إذا كان عندنا fracture of the crown راح نخلي بدالة داخل السنة. إيه؟ only خارج السنة، من نريد نسوي preparation نخلي تلبيسة هاي تكون only. أوكي خارج. أها شوفوا inlay only هسا لأسوي الشير هسا تشوفون هاي سلايد مال جوجل كروم طلاب تشوفون هاي الصور. اوكي inlay هو عبارة عن class 1 اوكي class 1 class 2 مثل الامالغم اوكي بس شنو الفرق ليش ما نقول هاي امالغم ليش لان هاي الماتريال نسويها بالمختبر اوكي بالدينتال لابوراتوري نسويها مثلا بالميتال او بالسيراميك اوكي ونجي بس الدكتور يسوي شنو يسوي سيمنتيشن يعني الدكتور ما يسوي حشوة الحشوة يجي من المختبر اوكي بعد ما تسوي يعني امبريشن وتجي مثلا حشوة كامل هيجي نقول هاي انلي اوكي يعني هو عبارة هم عن مثل الكلاس 1 كلاس 2 مال امالغام شوفوا هاي الصورة هم كلاس 2 بس هو هاي ماتريال اجا من المختبر اوكي يعني فابريكيتد باللابوراتوري only شنو الفرق بين only شوفوا هاي الonly يعني هو هم انترا اورال يعني indirect restoration اوكي indirect شنو معنى indirect يعني الدينتس ما يسوي المختبر يسوي بعدين يرجع للدينتس والدينتس يدخلها بالسن نقول هاي indirect اوكي هو هم indirect بس بالonly شوفوا شنو الفرق هو يصير covering للكسر اوكي من only ماكو حتى يعني حتى كسب but بن only it will cover the cusp حتى هاي بالصورة شوفوا هاي كسبات كلها covered with ceramic اوكي هاي فرق بين inlay and only هسا الكراون شنو الفرق مع الكراون كراون عبارة عن ال indirect restoration يعني الشفات بس it will cover all of the tooth surface يعني it will cover all of the surface of the tooth. أنت ما تقدر تشوف مثلا any part of the tooth. ما تقدر تشوف بقايا مال الأسنان لأن كلها داخل الكراون. بس بالأونلي بقل طلاب أكو صوت بال unmute yourself أوكي حتى أشرح مثلا بوضوح للطلاب ما تفتحوا أصواتكم اوكي هسه نجي على دكتورة نعم دكتورة احنا اغلب الطلاب ما جاي يدخل على هذا البرنامج يعني صار محاضرتين انت تنطينا واحنا ما ندخل ليش ما يدخل ما ادري احنا نصنا داخلين ونصنا ما داخلين ايه بس يعني السبب هو صوت طالب مو صوت مثلا انترنت مو الخط موجود يدري دكتورة الميت على الاقل الميت نعرف له انا ما نعرف هذا البرنامج هو اصلا كلش سهل بس تدخل على اللينك ويجي دكتور والله حتى المايك ما يسجل انا حكيت ويا محمد ذاك الاسبوع هو قال كلش سهل بس ندخل على على هذا محمد عنده كل السهل دكتور احنا 300 واحد اوكي وقالت ان احنا نسوي ريكورد ما ادري سويتم ريكورد ام بعد دكتور الريكورد وين والشرح مالك يعني احنا بنتابع وانت تشخبطين على البرنامج احنا
نتابع الريكورد ونتابع كلها يعني بالريكورد كلها موجودة يعني بالريكورد تطلع كل شيء. دكتور أحمد محمد يسوي ريكورد يومية كل مرة كل محاضرة. شنو؟ ما افتهم شنو يعني؟ دكتور احنا يوميا نسوي ريكورد كل محاضرة نسوي ريكورد. اوكي يعني شنو المشكلة هسه؟ زين دكتورة شغلت الحضور شنو؟ The recording has started. شلون دكتورة؟ حضور؟ هسه عندنا 57 طالب، نعم. اي هسه انت جاي تحسبين الحضور على اللي موجودين. وانا راح اتابع الريكورد وانا مو حاضر هنا. الحضور مو مشكلة، اللي يجي بالأونلاين هو يعني يكون مسؤولية مالتهم، اللي ما يجي يكون مسؤولية مالتها، أني يعني ما أشرح المحاضرة بعدين وما أعيدها مرة ثانية. أفهم دكتورة أنت ما تعيدين، يعني أنا هسه إذا أجيش على الجامعة أقول لك ترى الموبايل ما يفوت، تسجلين حضور؟ يعني أنا أسجل كل الأسماء هسه طالعة يمي، كلها اللي موجودة كلها طالعة. دكتورة أنا دكتورة نعم دكتورة نعم بس يعني يقصد الحضور دكتور هو يقصد الحضور اللي ما يدخلون المحاضرة يتسجلون حضور أو هاي الحضور اللي ما المحاضرة ينحسب أو لا طبعا ينحسب يعني كلها موجودة أسماءكم كلها باين هنا طبعا ينحسب دكتورة نزلينا فورم مال الحضور على التليجرام تزيننا اوكي بس المهم انتم تمام. تفهمون الموضوع الحضور مو مشكله دكتور احنا درجات احنا نريد احنا نفهم الموضوع مع الدكتور نعم وهو موضوع وزاري حضرتك دكتور نزل رابط حضور واحد واحد يحكي ما ادري شو منو يحكي هسه دكتورة قصدي انه دكتور هو يقصد انه من ما يدخلون وما يسجلوا الحضور راح تنقص من درجاتهم صحيح صحيح بس شنو مشكلة اللي ما يجي هو مسؤوليته يعني احنا قلنا ان فاتحين الخط للكل دكتور هسه هي المادة وزارية يعني أنا الدرجة تفيدني ما أدري شنو ما أدري يعني أنتم شنو تريدون نسوي أونلاين أم ما نسوي أونلاين دكتورة عفوا إحنا ما نريد أونلاين وصار أونلاين أمرنا لله بس إحنا نعم إحنا ما يدخل هسه أنا جاي أحكي لك مو أنا مؤنث دكتورة عفوا نعم دكتورة ذكرتي انه ناخذها اونلاين او لا دكتورة احنا هذا الاسبوع اخذنا محاضرتين يعني بالوقت يعني بالحضور اخذنا محاضرتين اخذتينا فعادي إيه؟ تاجلينها هذا الاسبوع لا هاي مو هاي محاضرتين لان كان كلش قليل السلايد والساعه مال المحاضره عندكم ساعه ونصف احنا خلصنا تقريبا اقل من نصف ساعه هو بشكل عام كم محاضره باقي لنا يعني احنا باقينا 10 محاضرات وبعد احنا يعني عندنا للفاينل تقريبا فاد اكثر من 10 اسابيع تقريبا 10 اسابيع اعرف بس هاي قوانين مال العماده يقولون انطيهم اونلاين حتى بلكي يخلصوا من وقت بعدين ما يصير مشكله يعني بالمنهج تمام دكتور اعرف بس هسه هي الماده مو وزاريه وانت جاي تسجلين درجات على الحضور درجات على الحضور كل شيء يعني كل شيء هسا كل الأسماء موجودة إيه هسا أنا ما أعرف أنا على عبد الرحمن جاي وياش من الميت مال الناس بس أنا ما يطلب موبايل ما جاي أوكي هسا ما أدري شنو تريدون يعني نباشر بالموضوع أكو جماعة موجود نعم على الأقل نزلينا فورم الحضور والله أنا أريدها. أنا هم أريد بس ما أدري شلون ينزل هاي أسماء مالتكم. هسا كلها باين. واحد ينزل فورم الحضور.
دكتورة أنا دكتورة إحنا نسوي إذا تريدين إحنا نسوي لك فورم مع الحضور وننزله يسجلون بيه. أوكي كلش زين. بعد ما نخلص المحاضرة هاي اللينك مع الفورم دخلها بالشات جروب حتى اللي موجودة يسجل. تمام دكتور ورا المحاضرة نزل دكتور يكون تسجيل حضور أفضل لأن هاي محاضرة إضافة. إيه طبعا التسجيل كلش زين بس ما أدري هاي يعني هاي التطبيق يعني جديد علي ما أدري من وين يصير تنزل يعني الأسماء من وين نسوي داونلودين. أوكي طلاب بعد المحاضرة أنطيكم لينك ودخلوا واكتبوا أسماءكم بس اللي موجودة. أوكي هسا نباشر بالموضوع. أوكي باين الصورة لكم؟ نعم دكتورة مبينة. Okay, so we see that the inlay it's like class one and class two, بس ما يصير للcovering للكسب. Okay, ما يدخل على كسب area. This inlay. Only also it's indirect restoration, but it will cover one or more كسب. Okay, but not all of the كسب. يعني مرات هو بس يسوي covering بالكسب واحد ثاني وثالث. بس الكسب واحد يطلع يعني للبرة. Okay, this is only. بالكراون لا. كل السن يصير بي كفرينج. اوكي مثل هاي الصوره يصير بي كفرينج all of the surface of the tooth. هاي هي عبارات عن inlay only and crown. هم اكو عندنا عباره عن الفينير وتعرفون شنو معنى الفينير هسه اللي موجوده فينير. فينير هو مثل الهوليد سمار. اوكي القشور السيراميك اللي نخليها بس باللابيال surface of the anterior and posterior teeth. هاي عبارات عن الفينير. اوكي هسا نجي على هاي الصوره كل بها انواع ال type of the indirect restoration. هسا نجي على شنو tooth preparation. اوكي is the process of the removal of the diseases or healthy enamel. اوكي tooth preparation يعني لما احنا نسوي نصغر السن. اوكي so we will remove either disease or healthy enamel dentin and cementum to shape to receive a restoration. حتى شنو حتى يكون ready. اوكي يتقبل الهاي كراون. احنا ما نقدر يعني ندخل الكراون يعني نلبسه بدون tooth preparation. لازم نصغر السن شوية حتى الهاي الكراون هاي الجفات يقدر نحطها على السن. اوكي so this is tooth preparation. What's mean by finishing line? Okay, finishing line of preparation. It's a line that separate between the prepared and the unprepared tooth portion. Okay, شوفوا هاي finishing line. هاي خط هسا أشوفكم تشوفون السلايد مو؟ بلي دكتورة. هاي finishing line. اوكي يعني finishing line هو الخط موجود بين prepared يعني هاي المنطقة prepared to surface والهاي شوي اللي يبقى هو unprepared to surface. هو finishing line شنو عبارة؟ هو عبارة كشو تقول ك stand. اوكي stand يعني مثل table حتى الهاي الحشو هاي crown يجي ويصير بي تلبس بالهاي منطقة. اوكي contact بالهاي point. اوكي this is mean by finishing line. اوكي so it's between the prepared and unprepared tooth portion. It represents the end margin of our preparation. يعني بالنهاية نهاية مال preparation. شوفوا نشوفوا الهاي خط احنا سويناها بالبير هاي خط صغيرة كلها تعتبر كفينيشنج لاين. اوكي the finishing line should be smooth
يعني يكون كلش سموث اوكي from one surface to other otherwise it will interfere with the setting. اذا يكون خشن يعني اذا ما يصير بسموث هاي الكراون ما يقدر يصير تلبيس بشكل صحيح. هو هاي عبارة عن finishing line. عندكم سؤال بعد هسه لحد الان؟ دكتورة كم اللي بناخذ من الانمال نسوي هالفلتريشن؟ عندنا مثلا عندنا كرايتيريا احنا نستخدم هاي بير الماكسيمم يكون 1.5 to 2 ملم. اوكي اوكي دكتورة شكرا. يعني 2 ملم بالاوكلوزال نشيلها بعدين بالنواحي نشيل ال 1.5 اوكي بعدين بالاخير منطقة الأخيرة نسوي 1 ملم. هسه نجي على كل الهاي يعني حسب الريدكشن يعني شلون ناخذها حسب المواد. مثلا بعض المواد نستخدم بس السيراميك يعني بعض المواد نستخدم مثلا ميتال. هاي ميتال شوفوا يعني داخله ميتال بس البرة هو السيراميك يعني حسب الماتيريال وي كان ميك تو ذا ريدكشن اوكي. بس هو هيك الرينج بين 1 ملم تو 2 ملم. هسا نجي why we do tooth preparation يعني ليش احنا نصغر السن اوكي. ليش why we do tooth preparation? First to eliminate undercut from the axial surface of the tooth. what seen by axial يعني الها هيشي هاي مناطق اوكي يعني بال proximal area اوكي هاي تعتبر axial surface. to remove undercut يعني اي منطقة به projection يعني به زائد يعني السن مثلا مو smooth we have to make it all of the surface smooth to provide enough space for the crown restoration to withstand the force of matter. طبعا ليش احنا نسوي tooth preparation؟ منو يجاوب؟ منو يجاوب؟ شنو معناته الرقم الثاني؟ to fix the crown fix the crown and bridge. لا لا يعني قبل ما نسوي كراون احنا ليش نصغر السن القياس يعني ليش نصغره دكتور؟ يمكن اني راح يتغير الاطباق يعني يصير اكبر من اللازم. فيري جود نعم صحيح يعني اذا ما نستخدم يعني اذا ما نصغر السن يعني نيجي مثلا السن هيجي بدون ما نسوي تصغير هيجي كامل بدون تاتشينج ونسوي كراون هاي كراون يصير اوفر كونتور يعني يصير كلش لارج وهاي ما يقدر يعني المريض ما يقدر يحكي وياكل اذا كانت كلش كبير الكراون اوكي. وبعدين يصير انفلاميشن التهابات بالماوث. على مود هاي فيرست وي ويل ريموف فروم ذا تو ستراكشر تو بريفنت انلارجينج ذا سايز اوكي او هاي النقطه واحده. والثاني مره حامل هاي المواد يحتاجها للثيكنس يعني يحتاجها شوية مكان فارغ حتى يصير بي يعني حتى نبدله بالسيراميك. السيراميك هم يحتاج مثلا ثيكنس 2 مليم. إذا ما عندنا ريدكشن 2 مليم هاي الماتريال ما يتحمل during mastication رأسا يتكسر. على مود هاي إحنا نصغر السن على مود يكون عندنا مكان فارغ حتى الكراون يقدر we can fabricate the crown with enough thickness okay to stand the force to okay enough space for the crown وبعدين حتى ما يصير بي enlarging of the size of the tooth. also when we don't have enlarging the size so يعني we provide good aesthetic. كل الهاي نعتبرها على مود ليش نسوي tooth preparation okay. واضح لكم طلاب؟ من عند السؤال؟ واضح دكتور. أوكي. كل زين. على مود الهاي إحنا قلنا نسوي tooth preparation يعني نصغر الهاي السن مثلاً بعدين نجي كراون تحط على السن. لازم يكون نفس السايز مال previous natural tooth يعني الكراون اللي يجي لازم يكون بنفس السايز مال السن القديمة
ما يصير بي over يعني over large. أوكي علم دي هاي نسوي tooth preparation. هسا نجي شنو crown اللي هسا شرحناه بالصورة it is extra coronal. شنو معنى extra coronal؟ منو يعرف؟ منو يعرف شنو إكسترا كورونا؟ طلاب منو يجاوب؟ ترى يعني التلبيسة الخارجية اللي تخليها على السن. نعم very good فاطمة، يعني معناتها إكسترا كورونا يعني هو مثل هاي الصورة، يعني يجي كراون يسوي كفرينج outer surface of the tooth ما يدخل بالسن. اوكي هو بس يصير بي كفرينج بال شو تقولين بال outer surface. اوكي covering outer surface of the skin. اوكي ما يدخل بالداخل السن مثل مثلا inlay only. اوكي هو يجي على ال outer surface. اشوفوا الصورة واضحة لكم؟ اوكي okay so this called extra coronal يعني هو داخل خارجي الحشوة يبقى خارج السن. okay it is artificial restoration of the coronal portion. coronal يعني crown only covering the crown. okay of the natural teeth it must restore the morphology يعني يكون نفس الشكل contour and function of the teeth يعني يكون نفس ال function morphology والشكل مال السن الطبيعي. should protect the under remaining tooth structure. هو طبعا هو عبارة كتلبيس يعني هو it will protect the remaining tooth structure beneath it. يعني هو إذا عندك قبعة داخلة مثلا بيضة هاي قبعة يصير بي شنو يسوي يصير بي protection لل هاي بيضة. أوكي نفس الشيء الكراون يصير بي protection لل remaining tooth structure. واضح طلاب؟ نعم يعني هو هيجي نعم دكتورة نزلنا الرابط مع تسجيل حضور نزلتم؟ وين؟ وين نزلتم؟ دكتورة بالقناة والمرحلة نزلنا لا لازم يكون بالتشات بالتشات اي دكتور هو كلهم يسجلون عن طريقه إيه ليش انا ما اشوف الرابط دزلتم بالشات جروب لا دكتور مو بالجروب بالقناه بالقناه دكتور مو الجروب اها بس اذا بالقناه يعني اللي مو موجوده هم يقدر يسجل اسمه صحيح لا دكتور راح تطلع مثل الاسماء والجروبات لا لا محمد شوف شنو تسوي سوي هاي اللينك الرابط مع التسجيل ودخلها على الشات الجروب اللي موجودة هسا بالهاي الميتين هو رأسا يقدر يعني يكتب اسمه تمام دكتورة تمام عرفت شنو طريقة سوي لينك كوبي بالشات جروب دكتورة هو نفس الشيء لا بالشات أو بالقناة لأن القناة مالتنا ما بيها أي أحد خارج المرحلة بس هسا الموجود 66 طالب بالقناة شقد عندكم واللي راح يجي بالقناة عندنا 300 ايه بس هسا بس 66 طالب موجود انا اريد بس هذولا يسجلون دكتور مو البقية اللي ما يقدرون يسجلون حضر راح يسجلون بالرابط والله بكيفكم يعني انتم شنو شنو المحاضرة مثل قبل شوية على اللاوي ما ادري انتم قبل شوية على عبد الحافظ حكى عن ما يقدر للميت حتى يسجل حضور فسوينا لهم فقلت يسوي لهم رابط حتى يسجلون به اوكي بعدين بعدين مو مشكلة محمد خليني اخلص هاي المحاضرة اوكي هسا شنو قلنا قلنا كران هو عباره عن اكسترا كورونال يعني هيجي يجي هيجي اوكي هاي ناتشرال توث اوكي يعني هاي السن الطبيعي اللي موجوده
وهاي اللي فوقه هو كراون اوكي يصير بي بروتكشن هاي كراون اوكي سو يصير بروتكشن للاندرلاين تو ستراكشر بالكراون عندنا انواع اوكي عندنا كراون بالكراون اوكي عندنا كومبليت كراون شنو كومبليت يعني هيجي كاملة كل سيرفيس of the tooth covered with the crown is the crown that cover all of the coronal portion of the tooth okay يعني it will cover all the coronal portion يعني كل الموجودة يعني كل البقايا مال crown اللي موجودة بالسن الطبيعي يصير بي covering okay this mean complete crown such as full metal crown porcelain fused to metal crown or all ceramic هاي هسا اشوفكم الصورة مال full crown هاي full crown okay شوفوا يعني هي كاملة الشكل موجودة كامل يصير بتلبيس على السن ويصير بكفرين كل السن من كل كل الزوايا okay so this is complete crown what's mean by partial هنشوف الاسم partial يعني نصف okay it is a crown that cover part of the coronal portion يعني بس شوية منطقة مثلا إذا أسوي لكم صورة إذا عندنا مثلاً سن هيجي بس الهاي منطقة يصير بي كفرين بالكراون بس الهاي منطقة أوكي هاي اللابيال سيرفيس يطلع مو كفرين أوكي يعني بدون كراون هسا شوفكم صورة شنو 3 كوارتر كراون هسا أوكي partial crown هو عبارة شوفوا هاي الصورة ما أدري إذا باين يمكم يعني هو صارت كفرين باللينجوال أريا بس بالبقل اريا هاي بارت ما داخل بالكراون سيستم اوكي طالع للبرة هاي نفس الشيء هاي كسب طالع للبرة فهمتم هاي تايب بنقول partial crown اوكي some portion of the corona to structure will be not covered اوكي مثل 3 4 quarter crown or 7 over 8 crown هاي عبارة عن الكراون فهمتم طلاب من عنده سؤال من عنده سؤال ما عندكم سؤال دكتورة نعم راح يكون الفرق بين البارشال كراون والإنلاي والأونلاي يعني يعني إذا قلنا بارشال كراون هو تقريبا نفس الإنلاي والأونلاي يعني بس راح تكون الماتيريال تختلف لا إحنا مو قلنا بالإنلاي والأونلاي شوفوا هاي الصورة شوفوا هاي الصورة مو إيه دكتورة واضحة بالإنلاي والأونلاي شوفوا هاي الماتيريال طالع داخل السن مو قلنا هو يدخل داخل السن مثل كلاس 1 كلاس 2 بس بالكراون هو يجي على السرفيس اوكي يعني خارجي ما يدخل داخل السن الكراون ما يدخله هاي كلها اونلي اوكي بس شوف الكراون فرق الكراون هو يجي فوق السن ما يدخل داخله حتى بحالة البارشل كراون حتى بالحالة البارشل البارشل شنو الفرق البارشل هو هم نفس الكراون بس شنو يعني بس اللابيال سايد ما يصير بي كفرين اوكي بس اشوفك الصورة نعم اي سؤال بعد شوفوا مثلا هاي partial crown اوكي يعني اللابيال سايد يبقى اللابيال سايد ما يصير بي كفرين بالكراون بس اللينجوال سايد كلها كفرت بال كراون نقول اللي هاي partial crown اوكي بس هاي كراون ما يدخل داخل السن يعني ما نحفر ما نحفر السن للجوة اذا نحفر السن للجوة يصير بي اونلي اوكي اوكي دكتورة واضح واضح بعد اكو سؤال منو عنده السؤال Okay, now another type of the crown we have we call complete replacement. شنو معنى complete replacement?
it is a crown, okay? It replaced natural crown entirely with the crown and by the mean of the post. Extended to the root surface area. هسا أشوفكم بالهاي الصورة. هاي. Okay. يعني ما يبقى بالكراون أي remnant. Okay. إحنا نسوي portion of the crown بالميتال وندخلها بالبرغي بعدين نجي عليها crown. هاي نقول complete replacement. Post and okay. يعني the crown will come by the mean of the post. عرفتم الطلاب شنو معنى post crown؟ طلاب unmute yourself بلا زحمة. تبارك صوتك. تبارك unmute yourself. تبارك الدكتورة جاتني راح يقول متني وانا عندي صاحبتك. والله قالت تبارك. اوكي منو عنده السؤال بعد؟ اكو واحد موجود؟ نعم دكتورة موجودة. بلي دكتورة. اوكي post and core crown هو شنو العبارة؟ هو يعني الكراون موجودة والبيها برغي. هاي برغي يدخل داخل الروت اريا. اوكي يدخل داخل الروت بعدين يصير بيه الكراون يصير بيه تلبيس مثل هيجي برغي يروح داخل الروت يعني داخل السن وبعدين نلبس الكراون. هاي عبارة عن ثالث نمبر. اوكي بوست انكور هاي الصورة. So, أي نوع من الكراون عندنا؟ عندنا ميتال كراون يعني هو كلها ميتال مثل الجولد يعني مثل الذهب. أوكي وجولد ألوي it is a metal crown. أوكي نون ميتال كراون يعني كلها سيراميك مثل هاي. أوكي وكو نوع غيره هو عبارة combination between metal and ceramic يعني الجو الداخلي هو ميتال بس الخارجي هو السيراميك. اوكي so we have عندنا metal ceramic and all ceramic. so why we do crown preparation, why we do crown construction, ليش نسوي crown؟ to restore damaged tooth or fractured tooth or tooth with a heavy filling. اوكي اذا عندنا كلش السن تعبان احنا نسوي crown. اوكي for protection of the remaining tooth to restore masticator function. اوكي همني يعني حتى المريض يقدر يحكي ويأكل على هاي السن. to restore the aesthetic طبعا يعني اذا مثلا اكو السن بي تعبان او الكلر مالتها مو زين احنا نسوي crown حتى we restore aesthetic. To maintain periodontal health by continuing occlusion and طبعا على model preservation of the periodontium. To alter the occlusion مرة of part of occlusal reconstruction to resolve the occlusal problem to improve حتى to improve the function. Okay? Alter the occlusion يعني مرات بالمريض اللي كلش عجوز احنا نقدر نسويها crown حتى يقدر يتبقى على أسنانها. اوكي واسر تينر فور ذا بريدج مرات احنا نحتاج الكراون على مود يكون كجسر حتى هاي الجسر يبقى داخل حلق المريض. اوكي
So what are the steps for the crown construction؟ يعني الستيب يعني شلون نسوي crown؟ أول مرة أنت لازم تسوي diagnose. هسا نجي على diagnose. يعني أول مرة لما تشوف السن. First you will have to diagnose the periodontium يعني اللثة مع المريض. The patient should have proper oral hygiene to ensure no plaque accumulation. يعني قبل ما تسوي أي شغل لازم تشوف الحلق المريض لازم يكون كلش نظيف. أوكي لازم يسوي تغسيل غسل مال أسنان اللثة مع المريض. وبعدين تسوي dental examination. We should examine the occlusion of the patient, the presence of the crowding. يعني لما لازم تشوف الكل occlusion مع المريض. إذا بي مثلا بي crowding or spacing or rotation. كل هاي عبارات لازم أنت تفكر. هاي قبل ما تسوي crown. Okay. Tilting or supra eruption of the abutment teeth. كل هاي إمكانيات لازم أنت تأخذ ببالك. بعدين أنت تسوي radiograph examination لازم تسوي أشعة أوكي to sure that يعني مثلا قبل ما تسوي crown هاي السن صحيح بي sound يعني ما بي أي مشاكل ما بي أي التهابات داخل العظام أوكي أنت لازم تسوي diagnose radiograph examination sometime also because يعني مرات بالأشعة أنت يعني يبين هاي السن تعبان صارت بالتهابات لازم قبل ما تسوي pre-crown preparation انت لازم تسوي root canal treatment اوكي يعني قبل ما تسوي tooth preparation اول مرة يعني crown preparation اول مرة لازم تسوي diagnosis بعدين نجي على tooth preparation يعني لو فرضنا هاي السن كلش sound ما بي اي مشاكل نبدأ بال tooth preparation tooth preparation include cutting procedure مو قلنا لازم نشيل ال faulty or healthy of the tooth structure. The prepared tooth is the final form or shape of the tooth after the cutting. So what do you will use during preparation? Rotary instrument. Okay, يعني بالتوربين بالhandpiece. Use it to reduce the height. Okay, height يعني هم height يعني الارتفاع مال السن هم لازم نخففه. And the contour هامل بالزوايا لازم نخفف المال dimension of the skin. The tooth is prepared so that the crown restoration can slide into the place. إحنا قلنا ليش نستوي tooth preparation على مد يكون عندنا space هاي space هاي فراغات حتى لما نجي نلبس الكراون ما يصير عندنا أي مشكلة باللارج restoration. Okay. فهمتم طلاب؟ أكو سؤال؟ لا دكتورة كملي. أوكي بعد ما تسوي preparation سن نسوي impression أوكي يعني طبعا قبل خلصت ال preparation نجي نسوي impression أوكي this is the image of the impression بعد ما تسوي طبعا هي شي يطلع الأسنان يعني كلها مكان فارغ أوكي بعدين هاي impression تقدر تسوي professional restoration يعني شنو professional يعني حشوة مؤقتة انت تسوي crown مؤقت يعني مو دائمي على السن اللي سويت preparation حتى يحافظ السن على شكله أوكي حتى يطلع السن الحقيقي بالمختبر هاي بروفيشنال يعني هو كلش خفيف صناعي اوكي الدكتور يسويها حتى الاصلي يخلص ويجي للعياده بعد مثلا اسبوع او اسبوعين بعدين هاي الامبريشن يروح للمختبر اوكي يعني لواحد تكنيشن مو شغل مال دينتست يعني تكنيشن شنو يسوي عليها كاست اوكي Model cast يعني هاي نسويها على الإمبريشن بعدين هاي كاست نقطعها بين السن أسنان يعني هيجي وبعدين التكنيشن يسوي الشغل عليه First of all what he will do he will make a wax okay he will make يعني he will يسوي الشغل مال كراون أول شي بالواكس
أوكي بالشمع يعني الشمعة يجي يسوي كراون بالشمعة يعني مو سيرامي أوكي، وبعدين يشوف إذا بي كلش زين الشكل مالتها زين يعني البوردر مالتها كلش واضح سموث ما بيها أي زوايا ما بيها أي irregularity، بعدين شنو يسوي؟ يسوي كاستينج أوكي، يعني هاي الواكسين يغيرها للميتال كاست أوكي، يغيرها للهاي مادة كلش صلبة ميتال أوكي كاست، بعدين نلبسه على السن أوكي، هاي يكون الخطوة الأخيرة نلبسه بالسمنت. شنو شلون نلبس الكراون بالسمنت؟ يعني هاي الماتريال اللي تشوفون هاي المواد البيضاء هاي السمنت أوكي، هاي جلاس أينومر سمنت، نسوي تلبيس الكراون على الناتورال تيث أوكي. باقي منو عنده سؤال؟ بس باقي عندنا سلايدين، منو عنده سؤال على الاستيباد مال كراون فابريكيشن؟ ماكو أحد؟ ممكن ماكو أحد موجود بالخط أصلا؟ واضح دكتورة موجودة دكتورة. أوكي هسا نجي على disadvantage، شنو إضرار الكراون؟ يعني طبعا الكراون هم به فوائد هم به ضرر، هسا نجي على الضرر مال كراون أوكي. first heat generation during cutting procedure، مرات لما أنت تسوي تصغير السن tooth preparation يصير به heat generation أوكي، يعني الحرارة يرتفع which may harm أوكي the palate، يعني مرات يصير بتأثير على البالب. therefore أنت لازم تسوي شنو water coolant، يعني أنت تستخدم ماء هواية during tooth preparation، استخدم التوربان به ماء هواية أوكي. دوم second over preparation can cause palate irritation، يعني مرات بعض المرات الدكتور ما يقدر يتحمل يعني يسيطر على البير، يعني يمكن يأخذ هواية من السن، يعني قبل مثلا لازم تكون السن الطبيعي هيجي أوكي، هيجي يعني الثيكنس مالتها لازم يكون هيجي، مرات الدينتز ما يقدر يصغر السن هيجي كلش صغير، هاي يصير بي دامج للبالب أوكي، يعني البالب يعني اللي النيرف أوكي العصب اللي موجود، إذا يصير بي دامج للبالب يعني هاي السن يصير بي أوكي بالب إكسبوجر يعني يصير بي بين للمريض أوكي. that's why you have to control yourself during pre-tooth preparation، لازم تستخدم شوية شوية تشيل من السن. periodontal problem for example، طبعا اللي عنده كراون اللي عنده تلبيس أو جسور أو تيجان لازم ينظف الهاي السن، يعني الزوايا مالتها كل زين، اللي يصير بي food impaction، اللي يصير بي gingivitis periodontal pocket، إذا ما يعني ما يبقى هاي الأماكن كلش نظيف أوكي، because يعني هاي المادة مادة صناعية مو مثل السن الطبيعي أوكي. هاي أضرار مال tooth preparation. هسا نجي على شنو البريج، شنو عبارة عن بريج؟ منو يعرف قصدنا بريج شنو؟ البريج جسر، يعني هو جسر أوكي. إحنا شرحنا كراون، كراون يعني واحد، يعني بس هاي، هاي بس يعتبر ككراون أوكي، هاي كراون، هاي كراون هم واحدة كلها، كل واحدة يعني كراون، بس إذا كل مثلاً يعني كل اثنين أو كل الثلاثة منهم جوني توجيثا يعني يلصق، هاي يلصق بالهاي الثاني والثاني يلصق بالثاني يعني غيره، هاي يعتبر كجسر أوكي كبريج أوكي. so it is also a dental prosthesis which replaces and restores the function and aesthetic of one or more missing natural teeth، يعني هو يصير ب replacement of more than one أوكي، يعني سن أو سن واحد أو أكثر. it cannot be removed أوكي، إحنا قلنا الفيكسد يعني شنو؟ يعني يبقى داخل حلق المريض وما ما تقدر تشيله.
from the mouth by the it cannot be removed by the patient. Okay, it is primarily supported by natural teeth or root. Okay, now إحنا نحكي على ال component. Component مال bridge. بس هسا بس نشيل الهاي. هسا شنو الكومبوننت؟ أول مرة عندنا retainer. شنو معنى retainer؟ It's a part that sits over the abutment teeth. Okay, هاي retainer. شوفوا هاي crown. نقولها retainer. وهاي بنقولها هاي retainer. ليش؟ منو يجاب؟ ليش هاي نقول retainer وهاي نقول عليها ponytic اللي موجود بالنصف. هاي بونيتيك بس هذول روتينر. دكتورة لأن الروتينر يعمل مثابة داعم. ايه يعني الروتينر شنو معناه فرق؟ الروتينر يدخل على السن الطبيعي يلبس يعني يجلس على السن الطبيعي وهاي هم يجلس على السن الطبيعي اللي موجود على حلق المريض. بس البونيتيك يدخل بالسبيس اوكي بالفراغ. البونيتيك يدخل بالهاي منطقة على مود الهاي. هذولا نقول الرتينر واللي يدخل داخل الادينتولوس اريا يعني بالمكان الفارغ نقولها بونيتيك. مرات مو شرط يكون واحد وان بونيتيك، مرات يكون اثنين بونيتيك. اوكي بس المفروض بالبونيتيك يكون يعني المكان فارغ. اوكي اذا ريبليس ذا ميسينج تيث. اوكي سو ذات ريبليس. اوكي شوفوا البونيتيك ذات ريبليس ذا ميسينج teeth or tooth or teeth يعني السن أو أكثر من السن. Okay, this is the phonetic. أما retainer we say that it will is the part that sit over the abutment. Abutment شنو معنى abutment؟ يعني هاي السن السن الطبيعي اللي سويناها preparation اللي صغرناها اللي نسويها عليها a crown. هاي نقول abutment. Okay, شوفوا هاي الصورة abutment. Okay. يعني السن الطبيعي نقول abutment. الكراون اللي يجي على السن الطبيعي نقول retainer. بس الكراون اللي يجي على داخل space نقولها phonetic. وconnector شنو connector؟ يعني between retainer and phonetic طبعا هذولا لازم يلصقون بالشيء. يعني لازم يكون أكو صبغة يعني أكو برغي. هذول لازم يعني يكون joined together. أوكي يلصقون ويا وياهم يعني بيناتهم بالكونكتر. اوكي يعني يجي كونكتر شوية صغير داخلي هاي يكون كونكتر. اوكي is a part of facial dental partial denture that join ها join يعني يلصق the individual component of the bridge retainer and ponytic. اوكي يعني يلصق retainer بالponytic through the connector. It could be fixed يعني يكون الكونكتر مرات يكون rigid يعني ما يتحرك ومرات يكون فليكسبل يتحرك الكونكتر. اوكي عندكم اكو سؤال على الكومبوننت اوف ذا بريدج؟ هسه منو يقول الكومبوننت مال بريدج كونسيست اوف وات؟ كومبوننت اوف ذا بريدج من يجاوب؟ دكتورة retainer phonetic connector. retainer phonetic بعد connector. connector بعد ولازم عندنا يكون عندنا abutment وال span. okay span يعني edentulous area يعني المكان الفارغ. هاي الكومبوننت of the bridge. okay بس كأصلي بس البريدج واحدة بس عندنا retainer phonetic connector. بس شنو نحتاجها؟ أهم لازم نحتاجها abutment ونحتاجها edentulous span. أوكي هاي يكون المواد اللي نحتاجها للبريدج. منو عنده سؤال بعد؟ منو يريد ما يفهم؟ شوفوا هاي الصورة. شوفوا هاي abutment. اوكي هاي abutment يعني natural teeth. المكان الفارغ نقول span. اوكي الكراون اللي يجلس على السن نقول شنو
نقول عليها شنو؟ روتينر. روتينر very good. نقول عليها روتينر. وهذول هاي اثنين اللي يجوا على المكان الفارغ نقول عليها فونيتيك. اوكي فونيتيك very good. هاي كلها component of the bridge. منو عنده سؤال مثلا ما فاهم شيء؟ ما عندكم سؤال؟ أحمد موجود؟ دكتورة؟ نعم. الريتينر يصير على السن الطبيعي؟ إيه. والريتينر؟ ها؟ الدنتشلس أريا. يعني هاي نقولها عليها مثلا هاي الصورة. نقول هاي part of the bridge نقول هاي retainer وهاي هم retainer. هاي كلمة retainer يعني هو يسوي يعني retain مال هاي السن الفارغ يعني هاي يعني إذا نشوف هاي ponytic إذا واحدة ما يقدر يعني ما يقدر يثبت بالمكانة لازم نحتاج retainer واحد يثبته على هاي السن الطبيعي وهاي يحتاج نقولها على ponytic بس كلها نعتبر كبريدج يعني مالتها. والكونكتر دكتورة؟ كونكتر هو مثل البرغي، برغي كلش صغير يعني مو باين هيجي هو بالداخل إذا يعني نسوي مثلا شو تقولين نعدل الهاي الكراون نشوف الداخلي أكو بي برغي صغير between retainer and ponytic يعني حتى يلصقون يعني ويا وحدهم يلصق اوكي لايك بوست ايه لايك بوست يعني حتى يلصق ويا وحده يعني بيناتهم اوكي حتى يبقى مكانهم هم يعتبر فايبر بوست لا مو بوست لا هاي مو بوست هو كلش صغير يعني ما ادري شنو نقول يعني الريتينر بس شو الريتينر مثل البرغي كلش صغير يعني مثل الدمبوز يعني يكون رأسه مرة هسا أشوفكم مثلا إذا أشوف بالصورة بالهاي منطقة أوكي أكو ريتينر أوكي الريتينر كلش صغير ما تشوفه يعني هو بالداخل يعني يصير شنو يسوي joining of the retainer to the ponytic. نقول هاي connector. أنت السؤال كان عندك connector مو؟ نعم دكتورة. إيه. يعني connector كلش صغير يعني مثل الدمبوز كلش صغير هو يسوي يعني joining. أوكي يعني تلص ما أدري شنو يقولون بالعربي يعني يصير joining of the retainer to the ponytic. نعم دكتورة. أوكي. أكو سؤال بعد؟ ما أدري شنو تسوون على مود الحضور؟ بس أشوف